اليوم الإعلامي والتحسيسي لفائدة أرباب العمل الذي يدخل في إطار الحملة التحسيسية التي انطلقت منذ شهر جويلية إلى غاية وتستمر إلى غاية 31 ديسمبر 2022. هذه الحملة التحسيسية تهدف إلى جلب أكبر عدد ممكن من العمال والتصريح بهم والتصريح بنشاط المستخدمين والعمال، وشعارها هو الانتساب للضمان الاجتماعي حق مضمون ومكفول دستوريين.